شكرا السيد نائب الرئيس، السيد المقرر الخاصة. في البداية نود أن أشكركم على التقرير الذي قدمتموه، وأيضا تقاسم معكم قلقكم البالغة إزاء تفشي ظاهرة تجارة البشر حول العالم. كما أود أن أثير انتباه لوضعية المدنيين المتواجدين في مناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة نظرا لغياب الولوج إلى آليات الانتصاف والعدالة. تعتبر مخيمة تندوف جنوب غرب الجزائر نموذجا صارخا لآفة تشويه البشر. خلال مواساة البوليساريو منذ سنة 1975 بتفويض تام من النظام الجزائري، اتعمد قيادة البوليساريو إلى منع إنشاء الجمعيات أو الإطارات الحقوقية التي ترصد هذه الآفة المنتشرة في صفوفها والتبليغ عنها، بل تعمل قيادة البوليساريو وتتعامل مع فئة كبيرة من سكان مخيمات تندوف ذوي البشرة السمراء إلى اليوم على أنهم عبيد يتم بيعهم وشراؤهم في منطقة الساحل والصحراء. ومن بين أبشع وأكبر مظاهر تجارة البشر تقوم بها البوليساريو يتهجير مئات الأطفال سنويا إلى أوروبا تحت ذريعة العطل الصيفية، إذ يتم تسليمهم مقابل مبالغ مالية إلى عائلات أوروبية للتبني بعيدا عن بيئتهم وبعيدا عن أمهاتهم رغم صغر سنهم، مما تسبب في مآسي إنسانية. شكرا لكم سيدة الرئيسة. Thank you.